الاسم الحقيقي ايه؟ زهير محمد عبد السلام. عايز اتكلم عن الاعتزال، اسبابه ايه؟ مين اللي ورا ده؟ تطلبي مثلا عدم اذاعه افلامك اللي انت راضي عنها؟ ازعل من نفسي ان انا ليه وافقت على المشاهد دي؟ كنا بنعمل ده على الاقل واحنا مش خايفين. بداتي حياتك العائليه متاخره قوي. ما بحبش اسمع الكلام. مش ندمانه انك انت ضحيتي بامومتك في سبيل الفن؟ ندمانه كلمه قليله. اول مره احس ان انا كارهه غير رمزي. انا عامله مليون فيلم كده. جوزي ما بيحبش يشغل معايا عشان الحجاب. انا ما بقولش انا محجبه. لما شافته قالت ايه ده؟ احنا بنعمل دعوه للحجاب؟ حرام عليك الصبر. معرفش مش فاكره. بتخافي من ايه؟ طب ليه انا عملت نفسي كده؟ لو اتعرض عليكي فيلم النهارده ترفضيه؟ دي بتطلع تقعد مع جوزها في اوضه النوم بالحجاب. كلمي عن الوالد. معرفش ان ليا اب تاني وما قالوليش. هل انت من الفنانين اللي خايفين من حكم الاسلامي؟ يعملوا اللي فيا اللي هم عايزينه. النجمه سهير رمزي مع الدكتور عمرو بيزي في واحد من الناس. واحد من الناس مع الدكتور عمرو بيزي. تشاهدونا في الاوقات التاليه على شاشه المحور.